الله معكم من صوت المحبة. نحن معكم هلأ بحلقة مسجلة من برنامجنا. Currently we're broadcasting a recorded program. يا هلا بالضيف وضيف الضيف. تابعونا مباشرة على الهواء كل يوم ثلاثة ابتداء من الساعة 10:30 الصبح، نستضيف ضيف والضيف معه ضيف. يا هلا بالضيف وضيف الضيف، من اعداد وتقديم كلود نصيف حرب. يا هلا بالضيف وضيف الضيف من صوت المحبة. هون صوت المحبة، صوت الرسالة المسيحية الإنسانية، صوتنا بقلب كل مستمع وقلبنا بقلب يسوع الوديع. مع بداية شهر حزيران إخوتي الأحبة نبتدي معكم بلقاءات جديدة، ودايما بتجمعنا هالإذاعة الحلوة بكل الأحبة. أكيد ضيوفنا اللي مثل ما بنعرف عم نذكرهم، كنا بالإعلان ببرنامج يا هلا بالضيف، زميلنا بيدرو حجي، وضيوفه اللي اختارون الشاعر والأديب اللبناني الشرب البعيني، صاحب ومدير تلفزيون الغربي، الفنان لأول مرة أكيد بنستضيفه بصوت المحبة، وأنا كتير سعيدة أنه لبى هالدعوة علما أنه هو ما بحب اللقاءات. الفنان العراقي إسماعيل فاضل يلي دايما بزين صوت المحبة بحضوره بصوته اللبق والجميل، وأكيد ما بننسى خينا الأستاذ يلي منكن له كل محبة، أليكس حتشيت، اللي هو اليوم المفاجأة كانت لإلي ولا بيدرو للكل الظاهر. حقيقة أنا قلت له لبيدرو أنه يشوف إسماعيل يجيب حدا يعزف له هيك ميوزك باستوديو بيرتاح أكتر بالإداء. بعرف الفنان مع الموسيقى بيعطي أكتر، مع أكيد الصوت هو حلو، بس بيأكد هالشي إسماعيل أنه الموسيقى بتساعد الفنان ليبدع بغنائه. واليوم أنا مطروبة بغنية يا مصر يلي خينا بيدرو سمعني مقطع منها، وأكيد حقيقة كتير حلوة، مفاجآت كتير حلوة اليوم باستوديوهات صوت المحبة، وعنا مفاجأة كتير مميزة. بعد ما أترك الكلمة لبيدرو بقول شو هي المفاجأة. سلام المسيح. شكرا لك كلود. سلام المسيح ببداية شهر قلب يسوع، قلب يسوع اللي بقلبه كل السلام والمحبة. نهار مميز كتير بضيوف مميزين. الأديب اللبناني اللي أشهر من أن يعرف تنحكي عنه أستاذ شرب البعيني، اللي لقائته كتير قليلة، خص اليوم صوت المحبة بهاللقاء المميز والحصري لإلي ولإلك كلود. فعلا معنا. Thank you أستاذ شربل. أنا بيشرفني كتير أن يكون معكم. أولا كلكم أسماء لامعين وأنا تلميذكم، هلأ شو ما بكن أنا تحت أمركم. نعم أهلا وسهلا فيك. Thank you very much. ومعنا المطرب العراقي من أجمل الأصوات بالغربة اللي قلنا فخر كمان باستضافته أستاذ إسماعيل فاضل. شكرا أستاذ بدر. وعملنا مفاجأة كبيرة اليوم إسماعيل فاضل كمان بوجود كمان وجه ابن الجالية مشرك، يعني أنا متابع أعمالك كتير وبعرف حبك، بيجمعني حبنا أنا وياك للسيدة فيروز. أنا بسمع عزفك على طول، ولا مرة بأمسي غير ما تكون فيروز مرافقتك. معنا الفنان والكاتب، يعني شو بدي أعرف عنك، كل عازف أستاذ أليكس حتشيتي، يعني نورت استديوهاتنا كمان بمفاجأة كتير حلوة. شرب البعيني شو بدي أحكي عنه، شرب السركيس بعيني ترك وطنه مرغم، فصنع من غربته صرح إعلامي وثقافي كبير. هو رسول الكلمة والأدب وتعليم الأجيال، من سيدة لبنان تقريبا علم 33 سنة. حلو. يعني هو شاعر وأديب صنع حياته صومعة ما بيشبه فيها حدا. تسلم بلشت تخجلني. 60 مؤلف، يعني عنده 60 إصدار، كتبوا عنه أكثر من 40 شاعر وكاتب وأديب.
انعطيت جائزه باسمه من مدينه الحارف جبال، وهلا بنحكي اكثر عن 20 سنه بتتوزع، 20 سنه عم تتوزع جائزه شرب البعيني، انعطيت من مدينه الحارف، فاز فيها السنه اللي هلا بنحكي اكثر واكثر من اللي فازوا فيها استاذ شربل. يعني اديب بهالحجم انا ما فيي اكثر، يعني شو بدي اقدم عنه تقول عنه. بساعة ونص انا وياك كلود بدنا نغوص بعالم شرب البعيني ونتعرف عليه اكثر واكثر، بدنا نستفيد من حضوره معنا. كلود اذا بتريدي، لانه ذكر انه قلب يسوع هالشهر شهر قلب يسوع، فيني اقول هالقصيده ليسوع؟ يلا بعدها بكي بحضر لنا ترتيلي اسماعيلي اللي اتفقنا. تفضل. اوف شو بحبك يا يسوع. يا عيدها هالكلمه. اوف شو بحبك يا يسوع. حلو. نهارك وحده محى الليل، ونور الحق يشد طلوع، وشمس البر تغطي الويل، الابن الخاطي الابن الضال اهتدي والعميان شافوا، حبك عم يعطينا غلال، حكيك ما حدا خافوا، مشينا دروبك يا نور تنقوى على الخطايا، حررنا من هالديجور لسود قلب البرايا، كل ما بيشرق نور الشمس نحن بحب فرحانين، آب وابن وروح القدس ثلاثة بالله متحدين. حلو حلو رائع جدا. خينا أليكس بتحب تقول شي كلمة قبل ما أترك الكلمة لإسماعيل وبعدها نسمع هالترتيلة الحلوة؟ أنا دائما بفرفح قلبي بأوتاره وقت بحس انه ما زالت الحقيقة تحقق لقاءات جميلة من دون مصلحة. صح. حلو. وبسموها هذه المحبة لله. وقت الانسان بيرجع لهويته المشاعرية عم يرجع لأصله. الغنى هو شعور، في ناس بيحبوا يشعروا بالمال، وفي ناس بيحبوا يحسوا فيه بالمحبة. بقى نحن اليوم منقول انه المحبة صار إلى صوت، وأوتارها موجودة هلأ معنا، وبدنا ندوزن حالنا على هذه الحقيقة، وإن شاء الله منحقق شيء ان شاء الله. ان شاء الله. دائما للمحبه في صوت. خينا اسماعيل اهلا وسهلا فيك من جديد بصوت المحبه. بشكر انا عن جد بيدرو اللي جمعني فيكم اليوم. اهلا بك كل الان وفي اي وقت، واهلا بالضيوف الكرام اللي يعني يقال ما تغير عليك المحل، نفس المطرح طول بتاعه، بس احلى صاير. احلى يعني احلى بضيوفه حقيقه، احلى بضيوفه. واذا حضر الماء والخضره والوجه الحسن فما بيك انه انت تستحضرين الصلاة إلى اليسوع، وسلام الله على السيد المسيح. أمين. وعلى أمين. الكل وعلى سيدة نساء العالمين. أمين. بدي أسمعك شيء يعني خير خير ما نبتدئ به إن شاء الله إلى السيد المسيح شيء. هالترتيلي رح تقولها بصلي يعني إخوتنا بالعراق إن شاء الله. يا رب يا رب. يا إلهي الرحيم، يا إلهي الرحيم، هب لي أن أستريح في يا إلهي الرحيم. أيها الرب الكريم، فوق كل شيء، فوق كل خليقة، فوق كل شيء، فوق كل خليقة،
فوق جميع ملائكتك، فوق جميع جنود السماء. يا إلهي الرحيم، أيها الرب الكريم. فوق كل مديح، فوق كل سرور وابتهاج، فوق كل مجد وكرامة، فوق جميع جنود السماء. لأنك أنت وحدك العلي، أنت وحدك القدير، لأنك أنت وحدك العلي، أنت وحدك القدير، والصالح فوق كل شيء، لأنك أنت وحدك العلي، أنت وحدك القدير، والصالح فوق كل شيء. فلتأتي إلي وتفرج عني وتفك قيودي وتمنحني الحرية، فلتأتي إلي وتفرج عني وتفك قيودي وتمنحني الحرية، لأنك أنت وحدك العلي، أنت وحدك القدير، والصالح فوق كل شيء. فلتأتي إلي وتفرج عني وتفك قيودي وتمنحني الحرية، فإني بدونك لا يتم سروري، فإني بدونك لا يتم سروري، بدونك مائدتي فارغة. آمين 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 آمين. هللويا. لوين اخذنا معه اسماعيل فاضل؟ انا 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 لوين؟ انا من يمي بقلكم فيني اسكت عشرة نضل نسمعه. يا اخي ما بدي احكي، بدل نسمعه بيسمع الصوت لشو بده يحكي.
نسمع شعرك الحلو وبنسمع صوته الحلو كمان. وعزف استاذ أليكس حلو كمان. خينا أليكس على سلامة قلبه. وصوت أليكس كمان. بنحكي كمان هلا على الموسوعات الشعرية اللي عم تتغنى بصوت إسماعيل فاضل. أكيد أكيد. قبل ما نحكي بيدرو بدنا نخبر مستمعينا على الفرحة اللي أنت عايشها وعايشنا فيها. أنت حملت لقب سفير السلام العالمي عبر صوت المحبة. أسرة إذاعة صوت المحبة بتتقدم بأحر التهاني منك خينا بيدرو لحصولك على هاللقب. تقديرا عن جد لعطائك المستمر. انا قلت له ملاك المحبه. الف مبروك. الف مبروك ملاك المحبه مش سلام سفير بمجال الاعلام والصحافي باستراليا مبروك. وكان هالشيء امبارح ليلى حزيران. انا كنت عم تابع هالاجواء وسرقت لك شويه هيك تحيات من عدد من الناس اللي بيحبوك. رح نسمعهم شيء 7 دقائق وبعدها مكمل مشوارنا. شكرا. ألف مبروك للزميل بيدرو حجي اللي هو ضيفنا اليوم ببرنامج ضيف الضيف لحصوله على لقب سفير السلام العالمي. الاثنين أول حزيران ومع بداية شهر حزيران يمكن هالتاريخ رح بيكون كتير مميز بحياتك بيدرو حجي، لأنه ببداية شهر حزيران ومع أكيد قلب يسوع الوديع والمتواضع القلب حصلت أنت بكل تواضع على هاللقب الجميل جدا. أهلا وسهلا فيك بعالم السلام بصوت المحبة يلي أكيد إطلالتك اليوم مميزة لأنه أول مين زف الخبر هو إذاعة صوت المحبة. من لك ألف مبروك على لقب سفير السلام العالمي يلي أكيد حصلت عليه أمس باحتفال كبير صار مبارح بسيدني تقديرا لعطائك المستمر بمجال الإعلام والصحافي بأستراليا. ومثل ما أنت قلت بتهدي لوطنك الجريح لبنان، كمان نحن مع صلواتنا نهدي كل محبتنا لوطننا الجريح لبنان ولجميع الأوطان. بيدرو بس بدي أقول لك أنه أنا حصلت على بعض اللقاءات الخاصة بهالمناسبة من فنانين بحبوك كتير، كل واحد منهم بأسلوبه عبر لك عن محبته بهالفرح المميز. وبعرف من أنتو بلبنان عندك أصدقاء كتير كثر من أهل الفن، وأنا وياك كتير حكينا عن هالموضوع تيكون لنا معهم لقاءات عبر صوت المحبة إن شاء الله قريبا يا رب. رح أترك المستمعين وأتركك مع بعض اللقاءات هيك السريعة. التمنيات القلبية عدد قليل جدا من الفنانين، وأنت بعرف أنه أنت بتعرف كتير من الفنانين. نسمع بعض المقتطفات السريعة بطاقة تهنئة خاصة لهالمناسبة السعيدة من جديد عبر صوت المحبي. بقول لك باسمي الشخصي ألف مبروك وباسم إدارة الإذاعة All the best بيدرو حجي ألف مبروك. اسمحوا لي أقول من لبنان ألف مبروك لبيدرو على هالجائزة اللي بيستحقها، هالأورد اللي بيستحقه كإعلامي مميز جدا، فألف مبروك. أنا إلي أيوب بوسكن. ألف ألف مبروك بيدرو، يعني هيدي خبرية كتير حلوة إنه نعرف إنه شاب لبناني وإعلامي لبناني هالقد عنده الكفاءة يكون سفير السلام العالمي، يعني نعمة كبيرة لإلنا لوطننا. أنا بدي أقول لك ألف مبروك، معك أبو نجاع عقيقي مدير تلفزيون محبة تي في تشاريتي بلبنان، ربنا يوفقك ويباركك. ألف مبروك للصديق الإعلامي بيدرو حجي بمنحه لقب سفير السلام العالمي، وأكيد هاللقب ما إجا من عبس، إجا من تعب وجهد وكد، فبارك لك بيدرو وبارك لكل الإعلاميين اللبنانيين المغتربين في أستراليا. كان معكم ميز البياع من بيروت. من الإعلامي مجيد حداد من تونس نقول لك بيدرو ألف مبروك على لقب سفير السلام العالمي لأنك تستاهل، صلى ألف مبروك ومزيد من التألق والنجاح. حبيب قلبي بيدرو، بنبارك لك وبنهنيك، ونحن بنشوف حالنا بكل الإعلاميين يلي مثلك، وبنتمنى لك انه تضلك دايما حامل صورة لبنان الحلوة بالإعلام اللبناني والعربي بأستراليا وكل العالم. ألف مبروك سعادة السفير، وبنتمنى لك انه دايما تكون مشرق بعالم الإعلام
وتضلك حامل صورة لبنان وصوتنا بأستراليا وبكل العالم. بنحبك كتير بيدرو، الله يوفقك. معك من لبنان زين العمر. شكرا. بيدرو الحجي علامة بيستاهل كل الخير وكل النجاح، لأنه هو مثل طير الفينيقي طار وحلق بسما لبنان وعطى نجاحات كتير للوطن، وقد ما كانت مساحة لبنان صغيرة طار على بلده التاني أستراليا وكمان عطى نجاحات كتير كبيرة. الله يوفقك بيدرو، بتستاهل كل الخير. معك الفنان صديقك توفيق تنوري. ألف مبروك بيدرو حبيبي من كل قلبي، بيسعدني أنك إعلامي لبناني بإستراليا، لأنكم قمتوا التواصل والصورة الحلوة لأن عن بلادنا في لبنان. حبيبي من كل قلبي ببارك لك، بتستاهل تكون سفير السلام العالمي وسفير الإعلام اللبناني والعربي في إستراليا. وليد توفيق. صديقي وخيي بيدرو مش بعيدة عنك أبدا، خاصة بعد العشرة الطويلة أنا وياك، وبعرفك عن كسب مثل ما بيقولوا. أنت الفنان بي 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 بأخلاقيتك، وفنان بي بي بتعاملك وتصرفاتك، والسلام اللي كنت عايش فيه. أبدا ما أنا بعيدة عنك أنك تستحق هاللقب وعن جدارة لقب سفير السلام العالمي. وإن شاء الله يا بيدرو مزيد من التقدم والازدهار خيي، وألف ألف 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 مبروك ميلاد رزق. إن شاء الله ألف مبروك يا بيترو يا حبيب قلبي، وبتستاهل بتستاهل، لأنك إنسان مخلص لا 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 لأعلامك ولمهنتك، مخلص لا لا لوطنك، محب لكل الفنانين. ما تفاجأت أنا وقت اللي أنت حصلت على هذا اللقب اللي لازم أنت لازم تكون فيه من زمان. من كل قلبي بقول لك ألف مبروك وبهنيك وبشد إيدي على إيدك، وإن شاء الله يا رب بتحقق كل نجاح كبير. لك مني كل الحب علي الديك. So next one is Pedro Haji and from Lebanon. Been Australia for nearly 5 years and his profession is interior and graphic designer. He contributed a number of exhibitions in Lebanon. 1992, he established a graphic design and printing business in Lebanon known as Designer Bedro and brought his experience across to Australia. He also worked in media field as a radio presenter to Radio 2ME Australia and the Voice of Charity Australia, and the journalist for Al Nojum magazine and other Arabic newspapers. Let's give a nice thank you. بيدرو حجي، انت بلشت تحط بالسام وطلقت، كمان بالاعلام كمان نجحت وطلقت، وهلا في عندك مهمة جديدة ومسؤوليات كسفير. ما عندنا شك ابدا انه رح تنجح فيها. منبارك لك ومنتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم منا لإلك الأرابيك كونسرت، ومني انا فريد جعجع. all the best. الو بونجور بيدرو، أنت صديق إعلامي وفنان بذات الوقت، وأساساً بتمثل سفارة بحد ذاتها. بمجرد أنه عم تنقل مشاعر بالكلمة واللحن للناس من الاغتراب بلاد الاغتراب، هيدي سفارة قايمة بحد ذاتها. بقول لك مبروك والله يقويك وضلك بهالمهمة. سامي كلارك. ألف مبروك لإلك يا بيدرو هاللقب الحلو. يا بيدرو هاللقب الحلو انت بتستاهله اكيد، وكلنا بنعرف قديش انت مندفع للقضية اللبنانية ومحبتك للشعب اللبناني واندفاعك. برافو عليك والف مبروك، وتحية كبيرة لكل احبائنا بسيدني وباستراليا. باسكال سقر. اهلا وسهلا شرفونا حبابنا، اهلا شرفونا حبابينا من
السلم بالجايز ضاف اللقب ما صرت للجايز القيم المضاف من جورج وديع الصافي خيك على طول. إذا ألف مبروك زميلنا وخينا بيدرو. فاجأتيني كلود. يمكن شيء كلام حلو يا بيدرو. بتستاهلوا أستاذ شربين ما بعرف. لا أنا بتستاهلوا بس لازم نشكر المدام كلود اللي قدرت جمعتهم يعني عن جد مش هين. هي مناسبة كانت امبارح من عشية تقدر تعمل هالشغل كله عن جد. سهراني على شغلك. سهراني على شغلك. هيدا عدا المونتاج. عزبتك كلود. تانكيو لك. تانكيو لكل المستمعين. تستاهل. لكل الفنانين اللي ذكروني عبر هوا صوت المحبة. ايوه هيدا دليل محبة. انساني عم تشتغل بصوت المحبة مليانة محبة والا ما بتجمع لك كل هالتجميع وتاني. اكيد والله عطيتك محبه بشكل انه خد يا بيدرو قد ما بدك حبي وقليل من الزملاء كمان الاعلاميين بتكون بتمثلهم كلود كمان عندها هالمحبه وهالقلب الحلو كتر خير الله من هيك نحن هون بصوت المحبه. على كل حال انا بدي اشكر عن جد وسائل الاعلام الحاليه ان كان الواتساب او الفايبا او الفيسبوك او الايميل كلهم هون بيساعدوا للانسان ينشر رساله حلوه وهيدي كثير بيذكرها بصلاه وقداسه البابا فرانسيس دائما بيصلي للوسائل الاعلاميه يلي بتنشر اسم يسوع. كمان معنا مشاركه من خينا وديع شامخ يلي له محبه غريبه صوت المحبة. أنا بشكر عن جد محبته الكبيرة وعنده كلمة لألك بيدرو خاص ولكل حضورنا الكريم. الله معك سليم سامي المسيح بقلبك. أكيد خينا وديع هو رئيس تحرير مجلة النجوم وأنا بدي أشكره بشكل مميز لأنه عمل لقاء مع أبونا مارون قبل سفره على رحلة صوت المحبة وخص صوت المحبة بصفحتين مميزين ومحبتك لصوت المحبة دليل قديش أنت مؤمن. أنا بشكرك من قلبي واهلا وسهلا فيك وانت هلا على الهواء تفضل. شكرا زميلتي صوت المحب صوت عم بيقطش شوي صوت استاذ وديع بركي بتزبط البوزيشن هيك بشي مطرح نقدر نسمعك اوضح اذا بتريد. شكرا شكرا زميلتي كلود وشكرا لضيوفك الكرام الفنان العزيز والكبير اسماعيل والشاعر الكبير شربة البعاني وتحياتي الكبيرة إلى زميلي وحبيبي بيدرو على جائزة اللي حصل عليها وهي الحقيقة استحقاق لمسيرته الرائعة الإنسانية والإعلامية والشكر موصول إليك وإلى صوت المحبة صوت السلام صوت الرسالة المسيحية صوت الأمل الحقيقي. شكرا لك زميلتي كلود انا بسميك شحرورة صوت المحبة شحرورة تيمنا بصوتك تيمنا بإلقائك تيمنا بمحبتك للجميع. Thank you very much. God bless you. أهلا وسهلا فيك. وما ننسى كمان خينا اسماعيل خينا أليكس حتشيتي أكيد بتعرفوا لأليكس هو كان مفاجأة اللقاء اليوم. سوري تحياتي إلى عازف ممتاز وأنا أقرأ له في جريدة التلغراف ما يكتب من تأملات جميلة. ايه وانا كمان بتبعها وبتبعه بالمستقبل كمان. اخجلتم تواضعنا. يا ريت يكونوا ضيوفي في مجلة النجوم مجلة النجوم مفتوحة. جايين جايين. بدك تاخذ اذن مني بالقبل. جايين حضرنا الشاي ونجيك. اسماعيل. حبيبي استاذ وديع. شنو الطلة الحلوة. اسماعيل الجميل. انا اشكرك على هذه بالعراق يقولون لمة حبايب. الله يسلمك. فعلا كنت باقة ورود عطرة. الله يسلمك. شممنا عطركم عبر الاذاعة وعبر الاثير. انت الاحسن. انت الاحسن. هذه 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 الاطلالة الجميلة. تسلم شكرا استاذ وديع لك شكرا يا ذهب شكرا يا مرحبا يا شكرا مرحبا. شكرا لك شكرا لك استاذ وديع الصديق والخي رئيس تحرير مجلة النجوم اللي انا عم حرر فيها صفحة خفايا النجوم. شكرا لك هالكلمات المؤثرة وشكرا للمؤسسة الإعلامية اللي بتنضم لها ولكل الإعلاميين ولكل الصحافي بلبنان وبأستراليا اللي خصتني عن جد يعني بمحبتها
ومنذكر كمان انه اسماعيل فاضل رح يكون عنده خبر بالعدد النجوم اللي بتصدر اليوم. لطف منك، شكرا جزيلا. شكرا، خبر كثير حلو. وعدد الماضي كان في خبر عن زميلتنا كلود نصيب حرب، كتبت انا هيك كلمتين من قلبي أكيد لكلود. اكيد اسمع لي، حابب اقولهم بوجودك استاذ. اكيد بدر، انا بعتقد انه وجودك معنا في خفايا النجوم هو اضافه لمجله النجوم، وانا ادعو من خلال صوت المحبه ومن خلال ابونا العزيز مارون انه الجميع، مجله النجوم هي مجله الجميع وقلبنا مفتوح للجميع، وبالتوفيق يا ربي، وان شاء الله تكون صوت للمحبه والسلام. وشكرا لكم، وشكرا على هذه الاستضافه الجميله. شكرا شكرا. كلود، حابب هيك ارجع اذكر شو كتب عندك مجله النجوم، لانك اعلاميه راقيه ومحبه للكل. معلي خلينا نحكي شوي عنها. نحن انت حكيتي عنا كثير كلود، اعطيتيني كثير من هواك ومن وقتك. كلود نصيف حرب، إعلامية راقية ترعرعت في وطن الأرز، فاستمدت منه الشموخ والصدق والإيمان، فنقلت خبرتها الإعلامية إلى صوت المحبة أستراليا. صوتها صلاة، طلتها ساحرة، وفي حياتها خفايا. كما تقول: في داخلي ألم كبير من قصص الكذب والخداع والخيانة والأقنعة، لا أحب الأضواء، أحب التواضع، أكره المراوغة. وتختم قائلة: من حب الكبير لك يا رب، ها أنا تركت كل شيء وتبعتك لأني أحبك. بكلمة واحدة، إنها الإعلامية المثقفة كلود نصيف حرب التي تطل عليكم يوميا عبر إذاعة صوت المحبة لتنشر السلام وتبشر بالرب. Thank you very much بيدرو. هاي كلود نصيف حرب. ليه الكلمات يا بيدرو؟ لا يعني نحن اختصرنا. في بس معنا مشتركي، معنا خينا إيف الخوري. سلام المسيح بقلبك. ذهب. الو الو، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك، تفضل انت على الهواء. انا اول شيء بشكر عليك وعطيتك يا اهلا وسهلا. هي اول مره بنسمع صوتك الحلو ببرامجنا، يعني وجه من الجاليه. أكيد. عن جد بنور الجاليه بعطاءاته. انا بدي اقول انه نحن نحنيك في هالوسام اللي اخذته. شكرا. لانه عرفناك بكثير مجالات، بس هلا اليوم على المجال الحقيقي اللي هو سفير المحبه والسلام. لانه اذا ما في محبه وسلام ما في شيء بهالعالم. فبنتمنى عليك يا باب ما نجحت بكل الرسالات الاعلاميه المجالات الاخرى اللي اشتغلت فيها، تكون انجح مجال رح تشتغل فيها، لانه اوسع مسار تسوي المحبة. مزبوط مزبوط. شكرا لك على الكلمات المؤثره والحلوه استاذ ايف. عن جد حضرتك وجه من الجالي مثل ما ذكرنا، وبترتك عليها كمان باستاذ شرب البعيني اللي هو ضيفنا. حبيب قلبي ايف، انا بدي اقول لك اول شيء صب على شرب اسماعيل وقالك ذهن، مش بس على احنا لنا وكلهم اعضاء برابط تحكيم الصف العربي نسيت شرب كثير الثقافي والعلم في الاجواء الاسترالية. تسلم يا ايف. ونتمنى على شباب الصادرات، عليك انت يا بيترو، مزيد من العمل، مزيد من العطاء. شكرا لك. ونحن رح تكون قدوة، انت المؤسسة اللي عملتها هون وهالتكريم اللي عم تقدمه سنويا. مؤخرا كنت عامل جائزة جبران خليل جبران، عن جد شيء عمل رائع انت عم بتخدم فيه الجالية. انا بتشكرك وبتشكر يعني كل الضيوف الموجودين. شكرا خيل، شكرا لك، شكرا لإيد الخوري اللي يعني استمتعنا بسماع صوته. كان من زمان يا كلود عملت هاللقاء عشان نسمع صوت خينا ايف. شكرا. انا ما عرفت كيف فاق بكير. بحب النوم بكير، بحب النوم الصبح. وتحيي كمان لمدامته كمان. نعم. امين. اهلا وسهلا فيك خينا ايف الخوري، صوت المحبه بترحب فيك، وان شاء الله بتكون سون ضيف معنا بواسطه خينا بيدرو ببرنامج هلا بالضيف. اهلا وسهلا فيك، نورت. ثانك يو. شو رايكم هلا نهدي هيك شي غنيه فيها فرح لاخوتنا وين ما
مكان، لأنه صوت المحبة معود المستمعين على الفرح. نحن دايما بننقل البشارة الحلوة، الخبرية الحلوة والأجواء الحلوة. خينا اسماعيل وقالك شو بتكون هيك تلونولنا يعني بالأجواء؟ بدي أيضا يعني حيي خي بادرو على هذه الاستحقاق وهذه شكرا التكريم، وانت ان شاء الله يعني انت مكرم عندنا ومكرم عند الكل. واحب احييك بهاي الاغنيه اللي اختارها خيي أليكس حتشيدي. أليكس نقيها. افرح يا قلبي جاك نصيب بلومناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي. لا 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 يا فرحة القلب الحزين، لو صادف الخل الأمين. يا فرحة القلب الحزين، لو صادف الخل الأمين. بعد التمني والحنين بلومناك ويا الحبيب، افرح يا قلب. غنيله ألحان الغرام واحكيله أسباب الهيام. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي. مبروك. مبروك. حبيب قلبي. رح نترك الميكرو هلا لإلك خينا بيدرو. شفتوني انا كيف بتنقل من مزبوط. انا هلا عم تحكي. انا بدي اقول له بس لبيدرو كيف لازم يكون سفير السلام وهو سفير السلام. رح اقول له بهالقصيدة كيف لازم يكون السلام. بقول له حرقني 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 بنورك ورجاع بميات بحورك، غطسني يا رب المتشوق زورك تفي حقق ندورك، قدسني ارسمني صيف بوجه الظلم، خلقني يقظب ليل الحلم، فجرني حب واحساس وترتيلي عشفاف الناس وحمامي تبشر بالسلم. حلو.
يا رب القاعد بالبال انفخني غيمي وسع الأرض تشتل هالناس غلال واجرف من قدام بغض وحيك بدل البغض سلال زينها بباقات الورد الناطر عشفاف الأطفال. هذا سفير السلام يا بيدرو لازم يبشر مشان البشرية كلها. مزبوط. وانت خير سفير. وهذا شرب البعيني اللي تعرفنا عليه على كلماته الحلوة على إيمانه المميز. شرب البعيني خلينا هيك نفوت نحن وياك شوي أكثر لأن المستمعين كتير يعني من بعد هالمقابلة اللي عملتها أنا معروف إطلالاتك كتير كتير قليلة. خصيت صوت المحبة بمقابلة وقلت لنا رح تكون آخر مقابلة. قلت لك كلود لا رفعت العشرة. منشوف منشوف حسب الأيام. يعني احنا على طول بحاجه لك بحاجه استاذ شربل بعد هالجلسه اللي هلا صار لها تقريبا نص ساعه بعد هالجلسه في امل 70% 50%؟ لا اذا انت وبيدرو بتطلبوني بجي خلي لي قلبك ولا بدي زقفي لانه كل لقاءات كان حلوه. خلي لي قلبك مش مبين لقاء مبين جلسه حب. صح صح مع جلسه الحب بدي بلش انا وياك بكلمه هيك بأثرت فينا شوي. حذاري أنت صادق شرب البعيني. أيوة. مناضلة مصرية أديبة وفنانة سألوها لا قاعدي لحالك؟ قلت لهم لا أبدا بني قاعدي لحالي ببيتي مليانين أدباء وكتاب. قلت لهم وينني؟ دلت على مكتبتها على كتب مؤلفات جبران خليل جبران على كتب نزار إباني وعلى كتب ومؤلفات أحمد شوقي ومخيال نعيمة ومرقت موسوعات شرب البعيني. أيوة. نذكر اسم شرب البعيني مع اسم جبران خليل جبران نزار كباني وهل العمال الكبار بالشعر والأدب كبير. هل شرب البعيني بتحملك مسؤولية كبيرة يعني انه ينذكر اسمك يعني اسم الله عليك بعدك بعطائك بعز دين عطائك مع اسم جبران خليل جبران ومنذكر كمان عم تتقدم جوائز باسمك سنويا؟ انا جائزة شرب البعيني انا كل اللي كتبوا عني وحبوني كتار يعني ما بستاهلهم الاف المقالات انكتبت عني وكلها بلاقي حالي بعدني شرب العيني. لا بدي يكون مثل اي اديب ولا شيء. نحن خلقنا تنكون باسمائنا بعطاءاتنا. شو الناس بتنظرنا كتر خيرا يا بيدرو. المحبة حلوة وهالمحبة اجت من السيدة فاطمة نعوت وبتقول حذار أن تصادق شرب البعيني. حذاري أن تصادق شرب البعيني. ليش؟ لأنه إذا ما بتكون عندك محبة بوسع محبة شرب البعيني لا تصادقه. هذه هي اللي عم بتقولها. وأنا الحمد لله بحب كل الناس وبتمنى أنه ما يعطوني كل هالألقاب الكتيري لأنه بعدني ابن فلاح جاي من ضيعة صغيري وصلت على أستراليا واشتغلت عتال بالفباري. هيدي حكيتها بالعراق لما سألتني جريدة يمنية شو اشتغلت. قلت لها اشتغلت حمال عتال باستراليا تاما اقعد على الدولة. بأي عمر وصلت على استراليا استاذ شربل وليه جيت على استراليا؟ جيت يعني من وراء مشاكل بلبنان خاصة. أيوة, ايوه نزل لي كتاب اسمه قصائد مبعثرة عن لبنان والثورة وانتقضت في الوضع. وبهالكتاب يا بيدرو قلت انا انه لح يصير حرب أهلية. من أي سنة هاي تقريبا شربل؟ هيدا بالسبعين. بالسبعينات. قلت لح تصير في حرب أهلية بالكتاب. المكتب الثاني بهديك الأيام كان في مكتب ثاني ما بعرف أنت على أيامك إذا تعالوا ما عجبوا الحكي اللي قلته. جرب يضربني أنا وبطرابلس نزلوا ضربوني على راسي بس بوجود خي وابن عمي كانوا موجودين صرخوا هربوا ما كفوا علي يعني. ووصلوا لعند امي عن طريق خوري هلا اتوفى كان بكندا بيقولوا لها انه شرب البعيني بدنا نكبه بالبير اذا بدل فاتح تمه لازم يسد بوزه بالحرف الواحد يعني غير مرغوب فيك بالاثنين. ايوه ايوه غير مرغوب فيني. الله يرحمه الرئيس رينا معوض كان وزير الماليه. الله يرحمه. ايوه كان وزير الماليه بهذيك الايام وكانت امي تحبه كثير. الوحيدة يعني بالعائلة كانت تنتخب له كلنا ينتخبوا بيت كرم. كانت هي مصرة على رناء معوض. راحت لعند الرئيس الشهيد وقالت له ابني بدني يقتلوه وابني صف ضابط بالجيش ما في سافر إلا ما تجيب له تصريح بدنا نوديه على استراليا. وكان المجيء على استراليا بالسبعين واحد وسبعين سهل يعني مهم أي إنسان يقدم لك بتجي على استراليا تطلعوا بهالباخرة وبتجوا ما أنا بهالصعوبة يعني.
رحت لعنده قال لي انت ليش مطول لسانك يا ابني؟ قلت له طيب الله خلقني اكتب، بدك اني اسكت؟ قال لي بهالبلد ما فيك تكتب. قلت له طيب انا خلقت اكتب. قال لي شو بدك؟ قلت له بدي سافر. وسافرت وجينا صرنا من سنة 71 عم نكتب، وانا بشكر استراليا اللي تركتني اكتب، لاني اللي كتبته هون لو كتبته هونيك، وخصوصا لعنة الله علينا لما رحت على المربد بالعراق كانوا كل مهم المخابرات العراقية ما أقول لعنة الله علينا. تصور قداش كانت تتفزع لمن أنا بصرخ الشعب العربي لعنة الله علينا. مش هينة أبداً، وبتقولها بدولة عربية. لو ما كانت حقيقة ما كنت بتقولها، لأنه لو ما في لعنة الله علينا طيب وين الأسمار اللي الله بده يعطينا إياها من بعد ما زرع فينا المحبة؟ بهالبلد كتبت مجانين، مجانين كتبت مجانين، ديوان مجانين، كل قصيدة بديوان مجانين بتقتلك بدولة عربية. هيدي الحرية، لما بنحكي بالحرية بأستراليا الحرية شيء مهم للإبداع. أكيد من هيك إجا يسوع المسيح وحررنا من العبودية وعطانا الحرية. نحن بدنا نصلي عن جد من كل قلبنا لتصير بلدان الشرق الأوسط مثل أستراليا بتعرف شو يعني حرية وبتعرف شو يعني سلام. أنا بدي أرفع صلاتي عنية هالبلد الحلو يلي عاطي كرامة للإنسان، وبدي صلي عنية بلادنا بالشرق الأوسط حتى الإنسان بس يرجع لهونيك حس حاله أنه ما فرقت معه كان بأستراليا أو غير أستراليا. على كل حال خي إسماعيل قال لي وشوشني حقيقة، بقول له أنا شو بدنا نسمع هلأ؟ قال لي قلبي ومفتاحه. قلت له ليه؟ قال لي شو نسيتي شو قلتي أنت بأول الحلقة؟ أنه هيدا شهر قلب يسوع، هيدي الغنية بتلبق له كمان ليسوع. شو بدي أقول إسماعيل؟ هو شهر حزيران شهر محبة وشهر خصب وشهر يعني قلب السيد المسيح عليه السلام، فمن قلبنا لقلبه يعني يعني وأنا من قلبي للسيد يسوع راح أي إن شاء الله راح أبي. ايه بدنا نهديك هالغنية خاصة كمان لك لأنه خينا إسماعيل هو من خلفية إسلامية وبيحب يسوع وبيحب كل الناس وأنا بهنيك على بهنيك على هالمحبة. وبدي أقول لخينا شربي البعيني كمان نشكر محبتك لصوت المحبة بتلفزيون الغربي يلي حضرتك استضفت أبونا مارون أكثر من مرة، نشكر محبتك استضفت بيدرو وعبالي خلي لي قريبا رح تكون كلود كمان. بدي أقول لك شيء كتير مهم خينا شربل، نحنا من هيك أتباع المسيح لأنه منسامح ومننسى ومنغفر، فأنت هالصفات هيدي موجودة فيك. يلا منغني ليسوع شو منقول له؟ قلبي مفتاح. يلا عازف خينا أليكس الحلو الحنون الأورج عم بيحكي يا أليكس من قلبه عم بيعزف. بركي من بعد خينا شربي البعيني بحضلنا هيك شيء قصيدة من تحت الدست لخي ليسوع. لا لا بدي أقول للأم. أي يلا يلا كل عيد أم خي يلا بعد هالغنية. قلبي ومفتاحه دول ملك دي بمساه صباحه يسألني عليه. قلبي ومفتاحه دول ملك دي بمساه صباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ديك. يلا كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي. من يوم ما ايديك لمستيني او كأنك قلت يا نار ايدي. من يوم ما ايديك لمستيني
وكأنك قلت يا نار ايدي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي ده القلب جراحه بنظرة عينيه ابي مساء وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ديك يلا يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك ده انا مهما تنسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما سيبك ده انا مهما تنسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما سيبك ده انا مهما تنسى برضو رضيبك وتسيبني الروح قبل ما سيبك قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه نبرة عينيه بمساء وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ديك برافو في معنى مشترك من اختنا جاكلين جابرييل على معك جاكلين على معك يا اهلا وسهلا معكم جميعا الموجودين بصوت المحبه الله معي سلام المسيح بقلبك نشكر الله نشكر الله على وجودكم وعلى وجود صوت المحبة ونشكر الله على هاللي أسس صوت المحبة هون بونا مارون وبدي أقول أنا كمان إنه صوت المحبة بلبنان لها 30 سنة وصوت المحبة هون هي بنتا لصوت المحبة اللي بلبنان وبشكر هاللي تعبوا واشتغلوا بصوت المحبة بلبنان بونا حنون وأكثر شيء بونا إلينا خول اللي كبرها وعملا عينها تحية لألو لبيرنا صوت المحبة كمان كبرها ووصلها لكل أستراليا ولكل العالم نشكر الله على كل هاللي المحبين على كل هاللي بيحكي بالله وبيسوع وبكل بالمحبة وبشكر كمان وبسلم على بيدرو حجي هاللقب الجديد الحلو العطيوهي لأنه بيستاهل ونشكر ربنا على كل المنيح وعلى كل ومنقول له يا ربنا دخلك اطلع فينا ووقف الحروب وحط المحبة بكل القلوب والله معكم ويعطيكم الصحة والعافية الله معك ثانك يو جاكلين شكرا على كلماتك الحلوه شو رايك كلود هيك ما زال عم نسمع صوت اسماعيل فاضل ثانك يو جاكلين الله معك نتعرف على اسماعيل فاضل كيف كانت بدايته الفنيه من اي عمر بلشت اسماعيل اسماعيل انت صرت هون بجالي يعني من الاصوات الرائعه يعني مش غريب عليك انه استشرب بعيني خصك بقصيدتين يعني انه واعطيتهم حقهم على اكمل وجه اكيد بدنا نحكي كمان عن اغنيه يا مصر هالقصيده الرائعه اللي غنيتها ويمكن تكون قريبا تتغنى بالاوبرا المصريه نهديها اكيد لكل اخوتنا المصريين والله مثل ما اعطاني يعني عن مصر فاعطاني عن بغداد عن بغداد عن بيروت في بيروت بعد بيروت ان شاء الله ان شاء الله
يعني بدي قبل ما نوه نعم. شغله صغيره يا ريت نعم. كلكم كل العالم بتكون عندهم وحده مثل ما عنده اياها شرب البعينه ان شاء الله واسماعيل الفاضل واستاذ اليكس كمان نعم. اول شيء اغنيه مصريه أي. يعني شعر لبناني أي. المطرب والملحن عراقي نعم. وعم بيغني لمصر اي والله قد ايه فيها وحده اكيد اكيد والله وحده عربيه مصر ام الدنيا يا بيبي مزبوط. مصر اعطت اللبنانيين والعرب كثير صح والله يعني اذا غنينا لها شيء قليل يعني رائعه هي أكيد. الاغنيه بس بدنا نحكي عنك ملخص انا يا بدر شكرا لك بداياتي منذ الصغر حيث الانشطه المدرسيه يعني ولكن استمريت من الابتدائيه اكتشف عندي هذه الموهبه هو معلم الصف الثاني يعني من عمر 8 سنين شافني احفظ القصائد وانا جريء يعني عندي حضور وانا طفل وفي طبقات بصوتك يعني الحمد لله بتخوف من الله غريب من يعني جد الله من الله هي نعمه من الله صوت رائع ايش في طبقات الحمد لله هو بدا يكلفني انه كل يوم يعطيني كل بدايه الاسبوع يعطيني قصيده للجواهري للرصافي الى او شعراء المهجر واحفظها انا والقيها في كل يعني صباح اليوم الخميس صباح الخميس على عند رفعة العلم كان عندنا هناك في المدارس ونما عندي هاي يعني ذاكرة الحفظ من ابن 8 سنين من ابن 8 سنوات ثم بدأ هو معانا الابتدائية كلما صارت مسرحية شيء أنا أغني لأغنية وكان يوميا بيوقفني على السبورة يقول لي قوم اسماعيل على السبورة وغني لي في غنية سبورة اللوحة اللوحة الأسود بلاك بورد ويقول لي قوم اسماعيل غني لي هو عنده كان أغنية بيحبها يعني عدوانة عدوان شوف أغنية عراقية قديمة شو مغزاها ما بعرف وين ابن 8 سنوات يوميا بغني له وبيقول لأصحاب الطلاب يلا سقفوا له هلا استريح شكرا نبلش الدرس يومي 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 بحكي له ثم توالت بعد ذلك المتوسطة والإعدادية ومسارحها كلها طلعتها إلى الجامعة قبل دخول الجامعة وأنه أدعم هذه الموهبة بالشيء الفعلي الأكاديمي دخلت كلية الفنون الجميلة قبل كلية الفنون الجميلة بثلاث سنوات أنا دخلت الإذاعة والتلفزيون من العام 92 ببغداد في بغداد وقبلت يعني فنان هناك يعني وبعد ثلاث سنوات فتحت دورة مسائية كلية الفنون الجميلة وحصولي على شهادة البكالوريوس منها بدرجة جيدة جدا وظل يعني الفن بداخلي لكن أنا أسمع لكل مش أسمع عراقي فقط أسمع للوطن العربي كله تقريبا أتذوق الموسيقى أسمعها وبتغني للدكتور وديع الصافي وديع الصافي هذا يعني ده بتشبه حنجرتك بحكي لك شيء يا بدر صدقا بحكي لك انا في الله يرحمه الله يرحمه كنت صلي وانا متوجه على القبلة يعلم الله في كان عندنا يعني فتره تطلع لوديع غناء وديع الصافي عبد الوهاب كلثوم فيروز اي الظهر انا متوجه على القبلة الله اكبر عم صلي صلاه العصر وإذا تطلع أغنية في الراديو للأستاذ وديع الصافي مع غني جديدي بعدت لك خبر إيه العليم الله وقفت أنا في الصلاة لا فيها كمل ولا فيها تفوتني الغنية وحياة الله أستاذ وديع قلت استغفر الله صدقت قلت خلي أسمع الأغنية يعني داخل في قلبي أنا أعرف أنه يعني هذا بروحي يعني سرقني وديع الصافي والست فيروز عن جد يعني وهكذا جيت هنا أنا بفضل مسيرتك الله بأستراليا بنحكيها من بعد هيك وقفة صغيرة نعم مع الفنان الكبير والكاتب أستاذ أليكس حتشيتي كمان الله. حابين هيك إنه أرجع أتعرف أنا أكثر وأكثر عليك مسيرتك بالغربة مسيرة طويلة بدو غنية هاتو أنا جيت لأستراليا 76 على أساس 5 سنين ناخذ جنسية ونرجع ولا يعني نتعرف على شو بنقدر نعمل بغربتنا هل نستغرب ولا نستشرق رجعت اشتقت للشرق وصرت أقوى شرقيا لأنه يعني على كثرة الشوق وعلى كثرة
الحنين انزرع فيك بصير انت بتحتاج لشرقيتك اكثر وبتحتاج لروحك. الفرق وان شاء الله يتزوجوا يعني الغرب والشرق زواج شو ماروني يطلع يعني منه شو حيخل، لانه المشكله انه الشرق يشعر والغرب يفكر. الشعور الزائد بيعمل عاطفي زائده وبصير بنصير بلا عقل، والعقل الزائد بالتفكير من دون عاطفي وروحانيات بصير بلا محبه. لذلك اذا بنزوجهم وبيطلع لنا جيل جديد يمكن الغربه هي قدر من الله انه نتمازج ونتزاوج ونندسر وننتشر حتى تطلع اسمار جديده نوع من التطعيم يعني. والا الله ما كان سمح للانسان يكتشف ويخترع سفن وطيارات وتكنولوجيا تمزج البشريه ببعضها. بقى انا واحد من الممزوجين وعم جرب كون اصيل بشرقيتي الحسيه واصيل بغربيتي الفكريه. اصيل انا أنا, كذلك. انا على كلمه الحنين اللي قلت انه كان عندك لما جيت حنين كتير ما بقدر كان قد الحنين اللي عندي انا لما جيت على استراليا. هيك سمعت التلفزيون الغربي. ايوه تصوري يا كلود اني انا من بعد جمعتين باستراليا ما قدرت قبلتها ابدا ما كان في هالجالي هاي بتعني. ما قدرت قبلتها، حملت شنطتي ورحت بالترين، حالترين بدي اروح على لبنان بالترين. لحقني خي ومرت خي يقولوا لك يا عمي ما في ترين على لبنان. الله العظيم مشان هيك صار عندك محطة الغربة. الله انه واحد رايح بالترين على لبنان ولذلك انها جزيره استراليا. أيه وسباحه ما بتسبح كنت هذا بتسبح الله بس ما بتعرف تسبح. انا بعد ما بعرف اسبح انا لما بطير بالطياره بقول له يا رب لا تنزلها بالبحر لاني ما بعرف اسبح. انا لما أليكس. اوكي سوري بالهدم عليه. بقى انا باختصار يعني جيت عمري 20 سنه على استراليا ورجعت سنه 75 على طول، بس كان اسمها بلشت المشاكل وصالون الاستقبال ما كان فاتحينه بلبنان، بقى اكلناها مفاجآت اول وخطفوني. كنت اخذ الجنسيه؟ كنت اخذ الجنسيه لانه لو رحت وما انك اخذ الجنسيه ما بقى تجي. كان مشكله ايه. لانه في كثير ناس بيهمني. بتذكر حضرتك من حتشيت؟ انا اصلي جدودي من حتشيت من مواليد الابي طرابلس وطواق الى حتشيت دائما، وحتشيت فيها اسرار كتير، فيها وادي هي على كتف وادي النوبين. ايه وبعدين بوادي النوبين في اديره قديمه اسا ما حكيوا عنها بعد ما كشف. ما كشف فيها في رئيس لبناني يا بيدرو بيقول حتشيت اجمل ضيعه بلبنان. ما بعرف اذا كان الشر الحلو. أجمل ضيعة بلبنان. كل واحد بيقول عن ضيعته أجمل ضيعة. زحلة كمان من الضيعة الحلوة مجلية وجبال والعراق يعني كل لبنان. أنا انتصرت على نفسي وقت خطفت وهي أول مرة بحكيها يعني علنا سنة 75 كان عمري 25 سنة وما بعرف اتصل بحالي مثل ما هلأ يعني. بقى خطفت على امل انه يذبحوني. وين بلبنان؟ بلبنان اثنين طالع اضطهاد اللي يعني تعرض له شهر بالبعاني تعرضت له. ما كلنا مين ما تعرض بالشرق للاضطهاد. ومن كثرة الجهل يعني اثنين خطفوني طالع خلقهم لانه كان في مشكله بين مسيحيين ومسلمين بالاب طرابلس بالذات. وانا طلعت من التل جاي من بيروت مين عارف شو فيه بغيبتي. بدك ناخذ بخط طارق هي هالبتي كلود. على كل حال بدي اعتذر كثير منكم لانه ما عاد في من الوقت الا 10 دقائق. بركي خلينا اقول لك فرض علي انه بدك يعني تودع ونحن قررنا نذبحك. انا تصليت بيني وبين نفسي قلت يا الله ما بعرف موت علمني كيف موت. قام اجاني صوت محبة كان حلو صوت المحبة من قلبي انه هولي اخواتك بالعائلة الربانية لازم تحبهم. هني ما بيعرفوا هلأ بس انت بتعرف وهي مسؤولية عليك وما بتموت اذا بتحب اخواتك وهيك صار. امين امين.
امين. وهذا بدي ارجع انا بدي ارجع لخينا شربي البعيني، استفيد من حضورك. خينا اسماعيل اكثر من مره حكي قصة حياته بصوت المحبه، كمان اسماعيل يمكن اليوم بيدرو عم بيتعرف عليهم اكثر، بس انا بدي ارجع لخينا شربي البعيني. نحكي نسمع، قلت انت محضر قصيده خاصه للامهات. ايوه. مع انه مرق شهر ايار الشهر المريمي عيد الام. ليش بدي اقولها؟ ليش بدي اقولها؟ ايه بس انا عم بسالك ليش؟ لانه اتصل فيي شخص حبيب اسمه جاولو بعيني رئيس ثورة الارز، وبيقول لي امبارح كل عيد وانت بخير. قلت له ليش شو العيد؟ قال لي عيد القديسه باترونيلا بنته للقديس بطرس. وامي اسمها باترونيلا. فهم كيف السبب؟ انا بسرعه صوت المحبه بدي اقول لها هالقصيده بعيدها. يلا تكرم معي تفضل. ايا اماه ما برح الرحيل يدمرني أنا قلبي عليل، أعيش الهجر سكرانا بدمعي، ظلام الليل أرقه العويل، أجل أشتاق للحب المصفى، لضحكة ثغرك الجذل أميل، أريد الزند يغمرني بعطف، ودفء الصدر غفواتي يطيل، لقد كنت الحياة لكل طفل، رعيل ينزوي يأتي رعيل، شعوب الأرض قد أهدتك مجدا، شبيه الأم يا أمي قليل، رأيت الناس تفتخر بطول، وطولك كم تمناه النخيل، حبيب الزهر إن أعطوه اسما، فزهر الأم للدنيا خليل، إذا قلت الإله أقول أمي، فعندي حبها رب جليل، وعندي حضنها جنات خلد، لماذا الهجر يا ربي طويل، أعدني لا تطل في اشتياقا جميل، قربها مني جميل. الله جميل. رائع جدا. هيدي كتبتها امبارح. كتبتها امبارح انت ولا اوريدي عندك؟ لا انا كاتبها بس كتبتها معي لصوت المحبه، لانه عيد القديسه باترونيلا كان ب 31 ايار. نعم. والدمعه بعيني يا شرب البعين. استاذ شرب انت جبت هديه ثانك يو لالي هالمجموعات الحلوه اللي قدامك. شو هن هول الكتب؟ فيك تقول لي هيك على السريع عنهم؟ الجزء الأول من أعمالي الكاملة تقريبا بيحتوي على 10 كتب يمكن، يعني جمعتهم أنت بهالكتاب؟ أيوة، هو في 4 أجزاء. هيدا أنت صدر بيدرو عنده الجزء الثاني وهيدا الجزء الأول. برافو. أيوة. وجبت لك زلال بالفصحى. نعم. تركي بتحبي الفصحى كمان؟ أي. شو اسمه هيدا الكتاب؟ زلال. زلال. أي أوكي. حلو. أوكي. بس هذا في كتير من الكتب، بدل ما احمل لك كومة كتب جبت لك فرد كتاب. وفي اشهر الكتب في مجانين، في الله ونقطة زيت، يعني اللي بتحبيهم. 60 كتاب عن جد، موسوعة كتير كبيرة. بالنسبة للتلفزيون استاذ شربي انت برامجك يعني ما شاء الله عن جد بهنيك من قلبي، بتستقبل الكبير والصغير، الفقير والغني. بس بعد ما نوطريني. من سنة من سنة. نحن عنا إذاعة كمان. نعم. كلود عنا إذاعة. 24 على 24. مجلة. ومجلة. مجلة فيها آلاف الكتاب، يعني مش واحد واثنين. شو هي المجلة؟ شو اسمها؟ الغربة. نعم. الويب سايت يعني. على الويب سايت. بالإضافة لكل مجموعات شرب البعيني، الكل اللي كتبوا عنه، في كتاب الغربي كمان. يعني اسم الله عامل موقع عن جد، اللي بده يتعرف على شرب البعيني. في مكتبة إلكترونية خاصة، بتفوتي على مكتبة شرب البعيني بتشوفي الغلاف، بتضغطي عليه بتقري الكتاب إلكترونيا. برافو. جميع الكتب. الويب سايت كتير هين، بفوتوا عليه الغربة.com. نعم. بس هيك. على كل حال انا عم بتبع كمان اخبارك، لان كتير بحب حروفك، بحب الشعر الدارج كتير، العامي بحبه كتير، وحروفك بحسها كمان نابعه من قلبك لانك بتكتب بصدق. بدي اشكرك يا كلود انك قدمت شعراء لبنان الجايين من لبنان. مزبوط. بقصايدي اتصلوا فيي من ملبن، انا ما بعرف صوت المحبه بتنسمع بملبن. قالوا لي كلود عم بتقول لك شعر ذهب بملبن، كيف انه بتنسمع؟ يس. الاذاعه بتنسمع بكل العالم. مثل خبرتنا العصفوره كمان بده يحضر لك بالنهايه شيء خاص لك. خلي لي قلبك. ميرسي كثير. شيء غزل هيك. ليك بيدرو مش حروره الاذاعه. هيدي اخر قصيده كتبتها امبارح. ايه. قلت انا لازم نحط نطفه غرام
وبعدين اسماعيل هون بلحقنا. حاضر. اوكي بتحب تسمعيها؟ يلا. اوكي هي موجهه لك ولكل امراه حلوه بهالكون. بقول له يا قلب أضناني الغرام فالحب أوله سقام يمشي بقربي صامتا والأذن تشتاق الكلام. Hello. هذا حبيبي ويحه من حقنا يلقي السلام أعطيه من لحظ الهنا يمضي كأني في المنام دقات قلبي صرخة أخشى بها لوم النيام وجه الجميل يمامة ويداه أسراب اليمام ماذا به لا يأبه والصخر فتته الهيام أخفى غرامي عيبه من قال محبوبي يلام فله المقام المرتجى وبدونه أين المقام. حلو رائع. الله. جدا رائع. طيب أنا كتير كتير بدي هنيكم عن جد من كل قلبي على هالأغنية الحلوة يا مصر. لإسماعيل فاضل يلي كنا عم نسمعها بالإعلان على صوت المحبة، وبما أنه صوت المحبة هي صوت الرسالة المسيحية الإنسانية فصوتنا بيحمل صلاة جميع الأوطان لمصر ولأي بلد بالعالم من حي إخوتنا وين ما كان. حبيت أنا أسمع بس هيك أول مقطع صغير منا بصوتك الرائع يلي أنت لحنت وغنيتها. نعم. إن شاء الله بالمستقبل بيكون هيك في شي غنية خاصة منكم لصوت المحبة هدية. اي شيء يسعدني والله. ان شاء الله. كلام رائع جدا كتبته استاذ شربل. ما بعرف شوف ليش رحت على مصر، ليش كان الاتجاه على مصر؟ لانه معناك لبناني. لانه المسيح، لانه المسيح ما الا للحبيب. لا لازم 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 الا لازم الا الحقيقة. لانه المسيح راح على مصر من اول ما خلق. الحقيقه انه الاوبرا المصريه بدها اسماعيل فاضل. ايه. بس بدها تسمع غنية بصوته. نعم. كتبت له يا مصر وقدمناها، قالوا انه حيغني قريبا بالاوبرا المصريه، اعجبتهم كثير. هيك خلقت اغنيه يا مصر. وبدي اقول انه خينا الشربي اللبناني وخينا اسماعيل العراقي والغنيه لمصر، تحيا مصر وان شاء الله الاستقلال والسلام. كمان بتعرف النوت خينا اليكس؟ يلا بس هيك ما علي مقطع، هي اوريدي كثير عم تنزل بالاذاعه. يعني مقطع صغير بصوتك يلا. يا مصر انت الام، يا أم اسمعي من كثرة الأشواق ضاقت أضلعي، يا مصر أنت الأم، يا أم اسمعي من كثرة الأشواق ضاقت أضلعي، ما كل هذا النيل نهر واحد، فلقد وهبت النيل مجرى دموعي، ما كل هذا النيل نهر واحد، فلقد وهبت النيل مجرى دموعي، لو باحت الأغرام بالحب النقي لعلمت أن القلب لم يرحل معي، لو باحت الأغرام بالحب النقي لعلمت أن القلب لم يرحل معي، ابن المهاجر غارق في حزنه، ابن المهاجر غارق في حزني، منذ احتضنت الأرض غابت وجعي، شعت على ثغر الأحبة بسمة، شعت على ثغر الأحبة بسمة،
خلت النجوم تساقطت بتضرع بتو خلت النجوم تساقطت بتسرع يا مصر أنت الأم يا أم اسمعي من كثرة الأشواق ضاقت أضلعي. صعب كتير إداء الأغنية بالفصحى لأنه الفنان أول شيء بده يكون حافظها بس مزبوط. بعرف وكمان الموسيقى بتساعد مثل دايما ما بقول الفنان. أنا أكتر جملة حبيتها بهالقصيدة اللي كتبتها خينا شربل يلي بتقول قبل آخر بيت قد سكبت الحب عطر قصيدة فتنعمي بالحب ثم تدلعي. يعني نحن اليوم عم نعيش نعم الحب بصوت المحبة مع هالنعم اللي عطينا إياها الرب خينا إسماعيل بصوته الحلو، خينا أليكس بشعره الحلو، خينا بيدرو بمحبة قلبه قلمه الحلو، وخينا شربل بحروفه الرائعة. اجتمعتوا كلكم اليوم تنقدم لقلب يسوع أحلى هدية وأحلى تحية. وكلود نصيف حرب بصوته المميز وإيمانه الرائع. كلود مع عنده صوت كله قداسي كله سلام يعني كله سلام يا رب ما توقف حكي عن جد كله سلام ونحن عم نقول يا رب ما يخلص هالوقت يا رب ما يخلص هالوقت تنغوص اكثر واكثر باعماق ما بده يروح اساسا باعماق شربل بعيني اللي معطيني حقه بعد شربل بعيني من مدينه حرف جبال انطلقت الابجديه ومن مدينه الحرف جبال ومن معهد الابجديه انطلقت جائزة شربل بعيني جائزة شربل بن 20 سنة جائزة شربل بعيني أطلقها ابن عين كفاع ابن عين كفاع جار مارون عبود هو الدكتور عصام حداد جائزة شربل بعيني الله يرحم نفسه من 20 سنة انطلقت الجائزة وانت حضرتك كنت أمين عليها سنويا عم تسلم وهني بعدهم وهني بعدهم يعني كلنا عم نتعاون تتبقى ويبقى اسم المرحوم عصام ما يموت أبداً. مزبوط وعم تسلم الجائزة بعدك سنويا بدك تخبرنا عنها باختصار عن جائزة شربل بعيني جائزة شربل بعيني جائزة تقديرية ما بتمنح إلا اللي أعطوا بصدق يعني مش ممكن يعني في كتير بيطلبوها بس ما بترحلون لازم يكون أعطى لازم لما بده ينكتب عنه لازم يشوفوا هالناس انه شو اعطى لهالناس شو اعطى للجهه بال 2015 حيز عليا هلا اسماعيل فاضل كان سابقا استاذ اذا حكيتي اليكس 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 لا بس اليكس حياخذ اثنين انا وياك يا بيدرو انا واليكس وموجع قلوبكم ايوه بس القلب يتناقش مع القلب بمحبه هذه جائزه ما بتتسلم تسلم لك كثير كثير بيستاهلوا الجائزه بس كل سنة بتعرف مثل أي جوائز كل سنة بيصير في اختيار بعدين مش أنا بختارهم هلأ في لجنة هون ما لحقوا الأسماءهم بينقوا الشخصيات وبيتولدوا لمعهد الأبجدية وهوني بينقوا في كتير انحذفوا يعني هالسنة وبيعلنوها من جبال من معهد الأبجدية وهاللي بيربح أكيد أمتى إن شاء الله راح تجينا عشان بنعلقها زي ما علقها كأنا بدر الحال ما حطينا لك إنه بـ 28 الشهر أي هذا الشهر أيوة ما بـ 28 هذا الشهر على الهواء دغري لك إسماعيل ما عنده خبر ها أيوة لا وصل لك بس الشربة بدي أحكي موضوع يمكن حكى بالصحف التكريم اللي صار لإلك ولبعض الشعراء كمان الكبار يعني أمثال يعني شعراء كبار تكرمت من وزارة الثقافة بلبنان أيوة. وصار في شوية مد وجزر فيها هالمشكلة بلبنان مثل الكل أو غيري أو شيء ما بعرف لا 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 لحقلك شو صار من ناحية اللي تكرموا السبعة تكرموا انتهى الملف تبعهم تحية لفؤاد نعمان خوري الشاعر الكبير كمان أيوة. اللي كان ربح جائزة شرب العين السنة كمان مزبوط مزبوط اللي تكرموا من قبل وزارة الثقافة منوجه له تحية للمهندس روني عريجي اللي عمل شيء من عمل بالأول تحية كمان للمحامية بهية أبو حمد اللي هي اشتغلت على الموضوع كتير أكيد من دون الدكتورة بهية ما بيصير شيء تحية هي اللولب المتحرك مزبوط كنا عم نتابع القضية القضية وما فيها أنه الوزير أعطى 7 شهادات تقدير من وزارة الثقافة لـ7
كبار بالشعر المهجري وكلهم اختياري مني وزر انا 65 سنه بس يعني انا صغيرهم انا صغيرهم هالحقيقه بعدين بس. بعدين فاتوا ناس على الخط فاتوا ناس على الخط بيستاهلوها انا بقول كل الناس بتستاهل التقدير بيستاهلوها بس فاتوا مأخرين على اساس طلع القرار ووقف الوزير القرارات كل شيء وهيدي هي كل القصه نعم أهلا وسهلا فيكم عبر صوت المحبة يلي هو صوت نابع من القلب صوت الاعتراف صوت الحديث الصريح وصوت يمكن بنحكي كل شيء بقلبنا فيني أقول آخر شيء آخر شيء شيء مهم يلا نحن أنا والدكتورة بهية أبو حمد أوجدنا بقرار من الوزير جبران باسيل مكتبي لحفظ الأدب المهجري مش بس مزبوط. الأدب والفن اللبناني جميع الفنانين اللي أعطوا الأدباء اللي كتبوا أي شيء نوجدت مكتبة خاصة بالأنصولية اللبنانية بعهد جورج بيطار غانم أنصلنا العام تحية لأله تحية لأله تمشين نحفظ وهيدا بتصير لأول مرة لأول مرة بالمغتربات كلها تصور إنه شو جربنا نشتغل نحن مشان الكل مش حلو. مشان شخص واحد هيدا إرث أدبي لازم نحافظ وأنا بوجه من صوت المحبة للكل يولدوا للأنصلية إن كان عندهم كتب إن كان عندهم أشرطة غنائية إن كان عندهم أي شيء سوق لوحات فنية بتنحفظ وبنحط لها رقم رسمي تمشين مضيع للأبد حلو كتير إن شاء الله عقبال لبنان هالأشياء كلها طيب هلأ رح نختم كلمة أخيرة بالدور كل واحد بيقول كلمة أخيرة وبنرجع بنختم مع قصيدة محضرة خينا شربل وشو قلت لي إسماعيل بدنا نسمع غابة الشمس مقطع منها جارت الشمس وقت. أنا كبعليك تحبب اسمع شي لفيروز معش في وقت حاضر. بعتذر إن شاء الله. شو بدك في شي لفيروز حلفك كان بالغصن أوكي خينا شربل شو بتحب تقول كلمة أخيرة أنا بدي أقول بشكرك سيد كلود وبشكر بيدرو وبشكر ضيوفنا أنا هلأ الضيف والضيوف الضيف مثل ما بتسميه حبيتوا هالبرنامج أيوة كتير حلو وخصوصا أنه بيجمع الناس على المحبة صح. بتتفاعل بيسمع أخبارهم وكذا أنا بشكركم لأنكم استضفتوني وأنا بعتذر لأني تأخرت أني أجي كنت لازم أجي من زمان يعني تتذكر من زمان أنا استشهر هي اعتراف قلتيلي أنا عم بقلك بعتذر هي اعتراف هو بعتذر من هلا رجعتك أيوة. كلود مرة قالت لي جي بتلبي بالفعل خلص على أنا بعتذر اعتذرت مرت الثاني بس ودي مسج بتلاقيني خلي لي على البكاء إنه اعتذر ولم يعتزل حلوة حقيقة أول شخص أنا وجهت له الدعوة كان أستاذ شربل من سنة وشوي بتذكر كتير منيح علي شو رأيك أنت تزبطي شو بيتك وتجي أيوة لعندي على التلفزيون ولا هلأ كمان لشانسي الحلو يعني أنه إذا بدك بجي لهون بجي لهون خلي لي قلبك تسلم البيت بيتك استشربي شو بتحب هيك توجه كلمة نهائية كمان كلمة نهائية منقول أنه نحن عم نعمل إحياء للمحبة بالحقيقة فعلا وديعان الحياة تمرق من دون ما نحب كل يوم رغم انه هذا الزمن عم يجبرنا انه نركض ركض ونبعد عن محبة نفسنا بالقليلة الانسان ما عم يعرف يحب حاله وما مع وقت يحب حاله لذلك هلا نعزم اللي عم يسمعونا بالصوت صوت أيوة. المحبة انه اذا بتأسمر ناخد من هالأسمار أول شيء حب حالك يا إنسان واعطيه وقت لنفسك واعطيه وقت لكل إنسان بيحب يتواصل من خلال المحبة ومن خلال الموسيقى والاحتفال بالشعر وبحضورنا السليم ومن دون أي يعني تكلفة أيوة. شكرا لك أستاذ إسماعيل فاضل أنا بدي يعني أولا بحييك وبهنيك على حصولك تكريم هذا شكرا بدي أشكر العزيزة كلود على هذه اللمة الحلوة اللي تسلط الضوء عن الفن والفنانين في المهجر وهو هذا اللقاء أيضا نحن بالمساء يعني عادة ألتقي عندما يأتي المساء ألتقي أتخيل عزيز في جاليري الحتشيتين ولكن عندما يكون الصباح نلتقي عند كلود وعندما تشرق الشمس أشوف خيل بعين وعندما يعني أحس بأحلى ابتسامة هي ابتسامتك يا بدر إن شاء الله شكرا إن شاء الله أظل هذه المحبة يا ربي وما في كلمة في العالم يمكن أغنى وأجمل وأحلى من أحب أعدائكم
هل تشوف هيك كلمة بالعالم؟ ما في. هاي وصية المعلم يا إسماعيل، وصية أنا إسماعيل. أنا لحلك أحلى منك. هي والله. من ضربك على خدك خذ خي الأيمن بعدر له الأسر. يعني تشوف بقى شوف بقى الله يعاقبك لك. أي والله. يلا بيدرو الكلمة الأخيرة لك. يعني عن جد بالختام أنا بدي أشكرك كلود بالبداية، يمكن خصصتي وقت كتير لألي، أعطيتيني أكثر، يمكن ما هيك أكثر تستاهل كلود. كنت حابب أكثر أنا نغوص بأعماق هالأديب اللبناني. لا بيجي مرة ثانية خلص. شرب بعيني نعطيه حقه أكثر وأكثر. خلص. يعني تعرفنا اليوم على أديب لبناني كبير هو شرب البعيني، أنا بعتذر إذا ما أعطيناك حقك كتير سرقنا أضواء عنه. محفوظ حقه عند إله الحق. أي أيوة والله. وكل اللي بيتعرف عليه أكتر وأكتر في زور موقع الغربي ويتعرف على أدب شرب البعيني وإنجازاته بالغربي. أستاذ أليكس حتشيتي عن جد نورت استديوهاتنا، أنا بسطت كتير كتير اليوم، كانت مفاجأة كتير حلو عملنا إياها. حبيب قلبي. المطرب العراقي والصوت الرائع إسماعيل فاضل. كلود ثانك يو لك، ما في احلى من الدنيا من صوت المحبه وصوت السلام. يعني انا بوقت نلت الجائزه هيدي كلود رفعت علم لبنان، كنا بال يعني بال بال بالصاله تحت بقلب المؤتمر اللي صار، بوقت اللي رفعت علم لبنان كلود حسيت انه ما بعرف شيء غريب، الصاله كلها وقفت وبلشت بالزقيف. انا هالجائزه بهديها كلها سوا لوطني الجريح لبنان ان شاء الله. لازم الله يا رب يصير وان شاء الله يعمل سلام بلبنان وبالعراق وبمصر وبكل سوريا وبكل بلداننا العربيه. امين, أمين يا رب. رح نختم، انا طلبت من خينا شربل قصيده هيك روحيه، ما بعرف شو في عنده. رح اختم كلود بهالكم سطر ايه، وبعدها خينا اسماعيل مقطع من رحلفك بالقصة. ايوه بقول له حكيت كتير وحكي ضاع، يأسان بعصر القلي، بلاقي هالناس بتنباع للشر وعم بتصلي، بتقتل طفل بتمحي دياع باسمك هالاسم القدوس، وقلي شو فيك تقلي. خليلي تعرف استاذ شربل انا رح خصص هيك لقاء انا وياك، تجي تجيب هالكتب وتسمعنا هالقصايد وبنبقى نمرقها للمستمعين. ذكريني جيب كراميل مشان زبط صوتي مثل صوت لا تخاف صوتك حلو. وهلا غابت الشمس بس ما بتغيبش، رحلفك بالغصن يا عصفور للدكتور ولي الصافي، نسمعها ونهديها لكل مستمعينا، واهلا وسهلا فيكم. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبع، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمة، حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبع، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمة، طير يا عصفور عم كوخ من وزان، غويان سقف زور ما
مفروش بالعنبر حب الندي الاخضر دني اظلال اظلال دني اظلال عريش يومبا بفيت مزوين تشع عريش يومبا بفيت مزوين حلوي بإيدك تاب سلم على الحلو عريش وباب بفيت مزوين حلوين بإيدك تاب سلم على الحلوين ونهديت رياحك بتمرمغ جناحك عالسطح عالحيطان عتياب نتيري عالبسط عالقمصان عاكل شي تخزق عالمعد الأزرق عالقمر سكران قلبي ذكرى في قلبي ذكرى في قلبي ذكرى انا لو كنت بصوت المحبه بزربك ها بقول لك بزربك ها ما بخليك تطلع انا بدي اعتذر كثير كثير منكم لانه الوقت دهمنا فيك توطي بس شوي الموسيقى خينا اليكس ثانك يو بعتذر الوقت كثير دهمنا بدي رد على اكثر من 5 مسج وردني بهالوقت مضطره رد عليهم خينا اختنا جاكلين حديد بتقول الله يبارك بهالجمعه الحلوه يلي هي اشبه بباقه ورد بتفوح منها اريج الرب العطره المثقله بالمحبه والعطاء والمواهب بنشكر الرب عليكم الله يبارككم جميعا ويبارك صوت المحبه بتحيي الجميع كمان اختنا وهي بقصفين بتقول مشتاق قلبي ضمك بشارك مع كل هالاجواء الحلوه انت حبيبه قلبي كلود ثانك يو الكم وثلاثه مسج وردوني انه بعد 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 بدنا بس بعتذر كثير ما بقى في مدد الحلقه وفي عنا تحيه مميزه من كندا من خينا فادي يعقوب يلي بيقول حلقه ولا اجمل اليوم رائعه جدا بالضيوف والمواضيع وبيقول انا كثير كتير مبسوط اليوم عن جد مجهود رائع منك أنا بشكرك خينا فادي على كل حال أنت دايما تسمع صوت المحبة بالوقت المتأخر يعني كندا هلأ نحن عنا الساعة 12 هلأ بتكون بعتقد شي الساعة 3 بعد نص ليل يمكن تسمع الصوت صافي بالليل ايه وهو كتير بيحب هالبرنامج حقيقة كل أسبوع بينطروا وبيرفقنا بشكركم كتير كتير ماشي شوي أهلا وسهلا فيكم نلتقى من جديد على دروب المحبة وthank you very much أنا حسي ما بتكون تفل لا شكرا جزيلا لانه بينك صوتك ساحر خلي لي قلبكم اهلا وسهلا فيكم الى اللقاء